كان عاني من مرض صدر، سببه هو الدخان. دخلت السبيطار، عطوني بعض الحباب ودخلوني السبيطار محمد الخامس، ولكن لقيت واحد الطبيب، ما والو. اسم اللباد رشيد، سائق سيارة الأجرة بمدار الحضري بمدينة الجديدة، أكثر من 20 عام. عمرني ما تخليت على شي حد، قد خلصني قد ما خلصنيش. كنبداها من الناس المسافرين في 5 الصباح، وكنعاود نكملها بالوليدات اللي تيقراو في المدرسة الطلبة، ولو هذاك الوليد معطل بقات لي 4 دقائق ولا 5 دقائق، مكنبقاش نقلب على كورس أخرى، خاصني نجري بهذاك الوليد باش ما يضيعش لي نهارو. واليوم أنا كان مريض، كان عاني بمرض صدر، سببه هو الدخان، هو السجائر. واليوم أنا طريح الفراش، قال لي كنت كنتظر فيه أنه غيوقف معايا، خلوني أنا طريح الفراش. كنطلب من المواطنين، من المغاربة الحرار، المغربيات الحرار، ماشي وقفوا معايا ويساعدوني غير في العلاج، ولا منزل شي جمعية ديال الأطباء ولا جمعية ديال الصيادلة يوقفوا يشوفوا من حالي. الله يجزيهم بخير، الله يجزيكم بخير، وهذا الشهر الفضيل عند الله، لكن الواحد كيطلب رحمة الله، أنا كنطلب غير رحمة الله. الله يرحم والديكم، لما عاد تشوفوا بعينيكم وحنوا بقلبكم على هاد السيد اللي ما في حالوش. الله الغالب. مشيت دخلت السبيطار، توني بعد الحباب ودخلوني السبيطار محمد الخامس، ولكن لقيت واحد الطبيب، ما والو. صيفتني لبنو رشد، بنو رشد ردني في ساعتي، قال لي خاصك ترجع عندو يعطيك شي طريطمون وتمشي لدارك. عاوتاني رجعت عندو وطحت، عاوتاني دخلني واحد 7 ايام، عاوتاني صيفتني لبنو رشد، عاوتاني خرجت لي هاديك الطبيبة ما قبلتنيش، قالت لي رجعك فين صيفتك، رجع لسبيطار محمد الخامس. ما كنتش كنستهلك الدخان، هو بيغبى بكثرة، هو المضرة فين تجلات، ما حيت كما أنا شيفور ديال الطاكسي، كنكون شاعر الكارو كنبحث على هاديك الكورسة، ملي كيبان ليا الكليان سير ليا، كنطفي هداك الكارو، ملي كنبلغ هداك الإحترام لهداك الإنسان، ملي كان يحيد ينزل هداك الإنسان، كنعاود نقلب على هداك الكارو اللي طفيتو، ونعاود نسألو، هادي هي المضرة. لي ضريت بها نفسي. الرسالة ديالي للمحسنين المؤمنين بالله اللي كيخشاو الله، أنا نجيت الموت مرحبا بها، مرحبا بها، الموت ديال الله كما كيقول القرآن الكريم، يا أيتها النفس المطمئنة رجعي إلى ربك راضية مرضية وادخلي في عبادي وادخلي جنتي. أنا بغيت ندخل في العباد باش يرحموني وينقذوني على وجه هاد الوليدات اللي معدي لما نخليهم. جات الموت والغالب والله وربي اللي بغا، هذا هو. واليوم كيتشدد عليا الضر في الليل وفي النهار، الوليدات كيسمعوا فيا كنين وكنتعلم، ما بغيتش وليداتي يسمعوني كنين وكنتعلم، ما بغيتش، لا بغى ربي ياخذ هاد الروح مرحبا بها. واليوم كنطلب من المحسنين باش يعطفوا عليا وعلى وليداتي ويقوموا بيا بأي سبيطار كان، بأي عملية كانت، ما خايبش من شي عملية ولا، أنا كان عمر الله، فعمر الله كيتجلى كل شيء، هذا هو اللي كان. كنصح جميع الإخوة على عادة التدخين، فهو دار كما كيقولوا الناس الاولين
وهو خبيث وأم الخبائث، بحيث حتى ديك طابق اللي كيكميو الناس ديال دابا فهي ميلونجي بار لي برودوي، حتى ديك البريكي اللي كتشعل بها هذاك الكارو مهما كتشعل هذاك الكارو، هذيك المواد الكيماوية كتدخل صدرك أولا بهذاك بس مرتنا بالكارو بس مرتنا. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.